من قناة الجزائر الدولية، أرحب بكم مشاهدينا في رابع عدد من برنامج الجزائر تنتخب، والحملة الانتخابية لرئاسية الجزائر 7 سبتمبر تدخل يومها الخامس، وسنحلل بالتحليل ونقاش رفقة ضيوف العدد بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في عدد جديد من برنامج الجزائر تنتخب، ودخول الحملة الانتخابية يومها الخامس على توالي رئاسيات الجزائر 7 سبتمبر. سنتناول أهم مجرياتها وأيضا بالتحليل والنقاش كما سبق وأن ذكرنا بالأمس لبرامج المترشحين، والدور اليوم سيكون عن المترشح يوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكية. قبل ذلك أرحب بضيوف العدد، كل من الأستاذ والدكتور غويبو حنية أستاذ علوم سياسية وعلاقات الدولية ومحلل قناة الجزائر الدولية، أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، شكرا. شكرا. وأيضا الأستاذ والدكتور حمزة خوضي أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. لا شكرا الواجب. وأيضا الدكتور أحمد الحيدوسي الخبير الاقتصادي، أهلا بك دكتور. أهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية لك وللضيوف وكذلك للمشاهدين. شكرا. إذا بداية كما سبق وأن ذكرنا، تتواصل الحملة الانتخابية في يومها الخامس على التوالي في فسيفساء، يعني في بعض الأحيان تكون متداخلة وفي بعض الأيام مختلفة حسب برامج المترشحين. قراءتكم لليوم الخامس وأهم المجريات فيه، تفضل أستاذ بحنية. حقيقة ككل الانتخابات التي تجرى في شتى أصقاع العالم ومنها الجزائر، تبدأ الانتخابات هكذا تدريجيا، بمعنى أن هناك حالة تسخين تتم بشكل تدرجي، لكن تكون هناك محطات مفصلية كبرى بين ما يسمى اللقاءات الجوارية وبين اللقاءات الجماهيرية الكبرى. البارحة كان المترشح الحر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان في لقاء كبير، اليوم أيضا السي أوشيش، تبعنا أيضا السيد حساني في لقاءاته الجوارية. لاحظنا أن هناك محاور كبرى وخطوط حمراء تؤكد عليها الفعاليات السياسية، وهو أن الوحدة الوطنية خط أحمر، الثوابت الوطنية كذلك، استرجاع هيبة الدولة الجزائرية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، ناهيك عن سياسة التشبيك وبناء شراكات، لأنه ما تم إنجازه خلال السنوات السابقة ليس بالأمر الهين، وبالتالي المحافظة على هذه المنجزات في كافة الصعود الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ناهيك على أن بعض المترشحين ركزوا على جزئيات يمكن أن تكون في التفاصيل لاحقا، وبعضهم ركز على المحاور الكبرى التي يراها إصلاحية، لكن أعتقد أنه مع مرور أيام الحملة الانتخابية ستتضح ملامح أكثر فأكثر بالنسبة لمقترحات المترشحين وآرائهم، وأيضا درجة احتضان المختلف الهيئة الناخبة لهذه التطلعات وهذه المشاريع. أكيد أتوجه بسؤال للدكتور حمزة خضري، يعني كما سبق وأن ذكرنا هناك تداخل في بعض البرامج، لكن تختلف طريقة وآلية تجسيدها بين المترشحين الثلاثة وحتى الأحزاب المساندة لهم. نعم، في هذا اليوم شهدنا ارتفاع محسوس في شدة المنافسة بين المترشحين، خاصة في مسألة الأرقام والمؤشرات. هناك مترشح يرى بأنه سيحقق خلال الخمس سنوات القادمة ناتج محلي خام قدره 400 مليار دولار، المترشح آخر يقول أنني سأقفز أكثر من هذا السقف وأحقق 450 مليار دولار، هناك مترشح يقول أنني سأرفع الأجور بنسبة 50%، آخر يقول بنسبة 40%. إذن هذا اليوم ارتفع، شاهدنا أو لاحظنا ارتفاع شدة المنافسة بين كافة المترشحين الثلاث. وأيضا تجدد الخطاب كما سبق وأن ذكر أستاذ خضري، يعني هناك شدة وهناك يعني معطيات جديدة تظهر، وبدأت تظهر جليا يعني أهم محاور برامج كل المترشحين الثلاث. فعلا هناك صحيح مثل ما أشار الزملاء نقاط يشترك فيها المترشحين الثلاث، خاصة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي، رغم هناك نوع من التباين والاختلاف بين كل مترشح من حيث رؤيته للنموذج الاقتصادي الذي يراه مناسبا للجزائر وفق معطيات متوفرة لديه، وفق رؤيته ربما الإيديولوجية ورؤيته الاقتصادية للنموذج الاقتصادي. لكن في شيء مميز في بداية هذه الحملة هو أنها تسير بالطريقة العادية وبالهدوء وارتفاع النسق تدريجيا، هذا شيء مهم جدا. كذلك من ناحية
الشيء المميز هذه المرة هو غياب سياسة التبذير الذي كان ربما يطبع في الحملات السابقة. نشاهد هذه المرة إدخال العنصر التكنولوجي في الحملة الانتخابية، وكذلك ترشيد النفقات، وكذلك إدراج الشباب في وسط الحملة من أجل تحسيسهم بضرورة العمل السياسي، بالإضافة إلى محاولة إقناع أكبر شريحة ممكنة من الناخبين بأهمية الانتخاب وأهمية الاستماع إلى البرامج الانتخابية، خاصة في الشق الاقتصادي والاجتماعي الذي أعطاه في خلال هذه الأيام الأولى المرشحين الثلاث أهمية كبرى لا تخلو أي خرجة من الخرجات، إلا ذكر كل مترشح الجانب الاجتماعي بالأرقام والجانب الاقتصادي بالأرقام، رغم أن هناك تضارب في الأرقام لكل مترشح يحاول أن يقدم الأفضل من خلال تسويق برنامج انتخابي طموح وواعد، يحاول من خلاله أن يعد أكبر قدر ممكن ويقنع أكبر قدر ممكن من الناخبين. لذلك كانت هذه الحملة في الأيام الأولى تسير بطريقة العادية. نعم، يعني هناك تناسق ما بين المترشحين الثلاث. طيب، نستعرض الآن تصريحات المترشحين وأيضا الأحزاب المساندة لهم، والبداية بتصريح يوسف أوشيش المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية، والذي قال: برنامجنا قادر على حل مشاكل البلاد. نستمع للتصريح ولن عودة. حملتنا الانتخابية رايحين نديروها مع الشعب الجزائري البسيط، ورايحين نحاولوا نوعيوا قدر المستطاع الناس باش يشاركونا أمالهم وتطلعاتهم، وحنا نقترحوا عليهم برنامج، على كل حال برنامج ثري، برنامج طموح، برنامج يحمل رؤية للمستقبل، برنامج قادر يحل المشاكل اللي تتخبط فيها البلاد، وبرنامج قادر يرفع الغبن على المواطن البسيط. حنا نقولوا باللي حنا رانا اليوم مترشحين تاع الشعب، ناضلنا منذ تأسيس الحزب نتاعنا من أجل الشعب، من أجل مبادئ يعني اللي تكرس السيادة الشعبية. اليوم نزلنا للشارع وما زال نواصلوا في إطار هذه الحملة الانتخابية باش نرجعوا الاعتبار للسياسة الحقة، للعمل السياسي النبيل. اليوم ما لازمش نخليه المكان وما لازمش نخليه الفرصة للمشعوذين والبهلوانيين السياسيين اللي يحاولوا يعطيوا صورة مشوهة للعمل السياسي. الشباب نتاعنا لازم يشارك في بناء أمته، الشباب الجزائري لازم يعاود يؤمن بالبلاد نتاعو، بالمقومات والمؤهلات نتاعو. احنا جينا بهذه النظرة وجينا بهذا البرنامج، لذا رايحين نزوروا كامل ولايات الوطن، رايحين نوعيوا الناس بأنه الالتزام والمشاركة قادر تصنع الفارق وقادرة يعني تأسس للتغيير بعد يعني خلال هذه الانتخابات. احنا في الأفافاس قلت برنامجنا برنامج يكرس السيادة الشعبية ويعاود يعني يعطي الاعتبار لاقتصادنا ويعاود يأهل اقتصادنا، يأهل كل مكوناتنا الاجتماعية الثقافية. إذن نعود إليكم مشاهدنا من جديد ولضيوف الكرام. إذن استمعنا إلى تصريح المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، تحدث في مجمل خطابه أنه، وتحدث أيضا بكلمات يعني مصطلحات مفهومة، حث على وجوب المشاركة في العمل السياسي، وأن المشاركة في الانتخابات هي من تصنع الفارق. احنا لما نتحدث على المناضل يوسف أوشيش المترشح فإننا نتحدث عن جبهة القوى الاشتراكية التي لديها عمر تاريخي ضارب في التاريخ، بمعنى نتحدث عن تاريخ 29 سبتمبر 1963 وهدف حد ذاته يعطي ذلك الزخم التاريخي لهذا الحزب الوطني حقيقة. وعندما نتحدث عن حزب وطني فإنه حزب ظل على مدار سنوات طويلة ملامسا لهموم الشعب، رغم أنه في مراحل معينة قاطع أو شارك، المهم أن هناك مسار، هذا المسار لا يجب أبدا إنكاره، هذا أولا. والنقطة الثانية على أنه لغة المترشح أوشيش تميز بلغة بسيطة، فهو قال بالحرف الواحد: نحن مترشحين باسم الشعب ونحن نخاطب المواطن الجزائري البسيط، ثم تحدث عن تأهيل
الاقتصاد الجزائري، وهذه أدبيات ضمن الأدبيات التاريخية للخطاب السياسي لحزب جبهة القوى الاشتراكية. ما معنى تأهيل الاقتصاد الجزائري؟ يعني مراعاة القدرة الشرائية، الحفاظ على الطابع الاقتصادي والاجتماعي للدولة الجزائرية، وأيضا إعطاء الشريحة الواسعة، الشريحة المتوسطة مكانتها الطبيعية في الاقتصاد الجزائري، وهذا الذي أكد عليه. طيب أستاذ خضري، أيضا يعني نلتمس من تصريحات وخطاب المترشح يوسف أوشيش أنه نقول ربما استطاع أن يجلب يعني الكتلة من الأفافاس نحو الانتخابات بحثهم حول المشاركة، وأن المشاركة هي من تصنع الفارق. نعم، من خلال هذا التدخل للمترشح يوسف أوشيش أسجل أربع ملاحظات. الملاحظة الأولى أن المترشح يستعمل تاريخ جبهة القوى الاشتراكية، التاريخ الضارب في تاريخ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتسويق لبرنامجه الانتخابي، وهذا أمر مشروع، لأن جبهة القوى الاشتراكية شاركت في بعض مراحل الجزائر في الحكم وخرجت من الحكم في مراحل أخرى، ولكن تاريخها لا يمكن أن يختلف عليه شخصان في الجزائر. النقطة الثانية أنه يدعو إلى المشاركة، وهذا أمر إيجابي وإيجابي جدا بالنسبة للمترشح يوسف أوشيش. لماذا؟ لأن المشاركة القوية ليست في مصلحة يوسف أوشيش، على أساس أن جبهة القوى الاشتراكية ليست متواجدة في كل ولايات الوطن، ومع ذلك يغلب مصلحة الوطن على مصلحة العزب وعلى مصلحته الشخصية في كل تدخل تقريبا يدعو إلى المشاركة، وهذا أمر إيجابي يحسب له. أيضا يتكلم عن برنامجه المتكامل، فعلا هو قدم برنامج اجتماعي اقتصادي سياسي ثقافي، وفيه ما يمكن أن يكون في إطار الممكن، وفيه ما يمكن أن يدخل في إطار غير الممكن، وهو ما نتناوله في هذا الحصة إن شاء الله. طيب دكتور الحدوسي، أيضا كما استمعنا إلى يوسف أوشيش دائما ما يعني حتى خطابه أعطى نوعا ما في الاستحقاق الانتخابي يعني نوعا ما من التميز، وفي الخطاب اليساري الحماسي. فعلا هو خطابه مثل ما أشرت إلى خطاب يساري حماسي، باعتبار أنه يركز على الطبقات الهشة للمجتمع، وقال أنه يعيد السيادة الشعبية، وبرنامجه ينطلق من الشعب وإلى الشعب وبالشعب كما قال في حملته الانتخابية. لذلك بنى نموذجه الاقتصادي على التفكير اليساري القريب الاشتراكي، باعتبار أن الحزب جبهة القوى الاشتراكية ذو يعني ميول يساري، وبالتالي يركز على إعادة بعث الاقتصاد الوطني وفق مقاربة اشتراكية بإعادة بعث المؤسسات العمومية والتركيز عليها، قصد تلبية احتياجات السوق، وكذلك تحدث عن تسقيف الأسعار في السوق، وهذا يخالف النموذج الرأسمالي الحالي. كذلك تحدث حتى عن الجانب الصحي، تسقيف الفحوصات بالنسبة للفحوصات الطبية، وإدراج قائمة كبيرة من الأدوية لدى أو تحت بطاقة الشفاء. هذا كله جانب اقتصادي اجتماعي وفق مقاربة يسارية، عندما كذلك يتحدث عن محاربة السوق الموازية كذلك وفق مقاربة يسارية، عندما يتحدث كذلك كل هذا. نعم يعني خلال نعم شرحنا لبرنامج المترشح يوسف أوشيش نستعرض أيضا لتصريحات الأحزاب التي تساند المترشح الحرة المجيدة تبون، كل من سيد بوطبيق رئيس حزب جبهة المستقبل قال: نحن اليوم في نقاش حول ما يخدم الوطن، وانتخابات المسبقة ستكون محطة حاسمة لتجديد العهد مع الوطن وإعطاء دفعة لأجيال الاستقلال. أيضا الأرندي عن طريق مصطفى ياحي من عنابة قال أن بوصلتنا متوجهة نحو رجل قوي، رجل توافق يواصل الإصلاحات وتعزيز المكتسبات. نستمع. نحن اليوم في حملة انتخابية، نحن اليوم في نقاش حول ما يخدم الوطن، نحن اليوم نساير إصلاحات انطلقت في الجزائر بصدق، وانطلقت على سكة الحديد التي ستمضي إن شاء الله إلى محطات ومحطات ومحطات بفضل عزيمة النساء والرجال. اليوم هذه الانتخابات الرئاسية المسبقة والتي ستكون بحول الله يوم 7 سبتمبر 2024 هي محطة حاسمة، محطة أساسية لتجديد العهد مع الوطن، مع الأبطال، لتجديد العهد مع أبناء الشهداء وأحفاد الأبطال، وكذلك إعطاء دفعة جديدة لأجيال الاستقلال وأبناء اليوم
لتحقيق مستقبل قوي. بوصلة متجهة منذ أشهر في الأرندي نحو رجل قوي، نحو رجل توافق ينقذ ويواصل الإصلاحات ويحافظ ويعزز المكتسبات. عندما يقتضي الأمر بالجزائر وتقوية مؤسسات الجزائر ومواصلة بناء مؤسسات الجزائر، التجمع الوطني الديمقراطي هو من أوائل المؤسسات السياسية التي تكون دوما في الطليعة. جئناكم أيها الحضور الكريم، أيها الأحرار، أيتها الحرائر، جئناكم اليوم في إطار حملة انتخابية لنتكلم أولا عن الجزائر وتقوية المؤسسات. تكلمت بالأمس في أم البواقي عن إنجازات رجل مناضل مكافح نداه الأرندي واستجاب للنداء كما استجاب في التسعينات زروال لنداء الواجب الوطني. دائما في إطار الحملة الانتخابية استمعنا لتصريحات الأحزاب المساندة للمترشح الحر المجيد تبون. ما نلمسه من خطاب الأحزاب المساندة دائما ما يتم الاستناد إلى الإصلاحات والعهدة السابقة والانطلاق منها. صحيح، لأنه هذا شيء مبرر على اعتبار أن السيد المترشح عبد المجيد تبون هو رئيسا لعهدة سابقة وهو مترشح لعهدة جديدة، وبالتالي الاتكاء على هذا الرصيد الذي تم إنجازه خلال 5 سنوات 54 تعهدا هو الذي جعل هذه الأغلبية الرئاسية بين قوسين تتكئ على هذا الرصيد وبالتالي دعمه. الانطلاق من رصيد تم تحقيقه على المنظورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الدبلوماسية، الاتكاء على هذا الرصيد لبناء رصيد جديد في المستقبل. ونستذكر أن البارحة السيد رئيس الجمهورية المترشح الحالي عبد المجيد تبون قال بأنه أنجزنا نصف المسار وينتظرنا نصف مسار آخر، وبالتالي هذه حقيقة لا يمكن أبدا إنكارها، وهو خطاب يمكن أن نصنفه شخصيا ضمن ما يسمى خطاب الاستمرارية. إذا لاحظت الأحزاب المساندة للمترشح الحر تتكئ وتستأنس بنفس المحاور الكبرى في محاولة شرح برنامج المترشح عبد المجيد تبون الحر، الجبهة الاجتماعية السياسية الاقتصادية وأيضا السياسة الخارجية والحضور الدولي الذي أبدا لا يمكن إنكاره. لاحظنا البارحة تم التأكيد على هذا الموضوع، دعم القضية الفلسطينية باعتبارها بوصلة للدبلوماسية الجزائرية ودعم القضية الصحراوية. وقال السيد رئيس الجمهورية المترشح الحر بأنه لا توجد دول صغيرة ودول كبيرة، لا توجد شعوب صغيرة وشعوب كبيرة، وإنما توجد قضايا حرة يجب أن نساندها، وعلى رأسها القضيتين المهمتين في بوصلة السياسة الخارجية القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية. طيب سيد خضري، يعني لما نتحدث على تصريحات الأحزاب المساندة وأيضا ما وقفنا عليه بالأمس من تصريحات للمترشح الحر عم مجيد تبون، دائما ما يثمنون المكتسبات لأنهم ينطلقون من معطيات حقيقية ميدانية لأنهم كانوا في العهدة السابقة، يعني يعلمون ولديهم رؤية مستقبلية لأهم المجالات وأهم القطاعات، خاصة في قطاع الاقتصاد والسياسة والسياسة الخارجية خاصة. نفس الاستراتيجية التي اعتمدها المترشح السيد عبد المجيد تبون يعتمدها رؤساء الأحزاب المؤيدين له، الإصلاحات التي تمت والمكاسب التي تحققت والبرنامج المخطط له خلال 5 سنوات القادمة إذا حظي بعهدة انتخابية ثانية. بطبيعة الحال الحصيلة هي إعادة بناء مؤسسات كبير، بدأ بإصلاح دستوري ثم انتخابات تشريعية، انتخابات محلية، مراجعة الكثير من النصوص القانونية وأهمها قانون الانتخابات. على الصعيد الاقتصادي ضبط الواردات وتقليلها من 40 مليار دولار إلى من 60 مليار دولار إلى 40 مليار دولار، تشجيع الصادرات خارج المحروقات التي وصلت إلى 8 مليار دولار. على الجانب الاجتماعي رفع الأجور بنسبة 49%، من المنتظر أن ترفع في 5 سنوات القادمة إلى 50% أخرى لتصبح رفع الأجور خلال العهد خلال مدة ولاية المترشح السيد عبد المجيد تبون 100%. إذن الخطاب السياسي يعتمد منهجية واحدة، وأعتقد أنه مخطط له بإحكام من المديرية العامة للمترشح السيد عبد المجيد تبون، وهي العمل على محورين: التركيز على الإصلاحات والمكاسب التي تحققت، وبيان وشرح ما هو خطة العمل خلال 5 سنوات القادمة، أين المترشح تبون يراهن بأنه سيصل الناتج المحلي في الجزائر إلى 400 مليار دولار وهو رقم كبير وكبير جدا، ويتعهد بأن تصل الصادرات خارج المحروقات خلال سنة 2025 إلى 15 مليار دولار. إذا نفس المنهجية التي يعتمدها المترشح هي نفسها تعتمدها الأحزاب والنقابات والجمعيات المترشح
مساندة له. طيب دكتور الحدوسي، يعني نلتمس أيضا من تصريحات الأحزاب المساندة للمترشح الحر على المجيد تبون، دائما كما سبق وذكرنا الاستناد إلى العهدة السابقة أهم الإصلاحات التي ميزتها، ودائما ما يتحدثون على مواصلة هذه الإصلاحات وتعزيز هذه المكتسبات، حتى أنه مصطفى يحيى قال نحن مع رجل قوي رجل توافق يواصل الإصلاحات السابقة. فعلا مثل ما ذكرت سيدتي، خاصة أن هؤلاء المساندين للمترشح الحر عبد المجيد تبون يرتكزون على حصيلة مقدمة بين أيديهم خلال العهدة الانتخابية السابقة، وخاصة أن هذه العهدة قدمت بأرقام أشارت إليها مؤسسات مالية دولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من خلال تقارير التي أصدرتها، والتي تشير إلى عودة الاقتصاد الجزائري بقوة في خاصة في السنوات الأخيرة الثلاث الأخيرة، وعودته إلى السكة الحقيقية، وإلى كذلك ما أشار إليه البنك الدولي، قدرة الاقتصاد الجزائري في ظل الظروف الدولية التي مرت يعني في السنتين الأخيرة، قدر الاقتصاد الجزائري قدر على الصمود وتحدي التغيرات الجيوسياسية، وبل عكس من ذلك حقق معدل نمو فاق 4%، والذي يحسب يعني من بين الدول القلاقل القليلة جدا على مستوى العالم التي حققت معدل نمو فاق 4% في السنتين الأخيرتين. لذلك يرتكز المساندون للمترشح الحر عبد المجيد تبون على هذه الأرقام، ولذلك يركزون على الاستمرارية والمحافظة على المكتسبات، ويستشرفون مستقبل أفضل لما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، خاصة أن الخمس سنوات الأولى بدأت بظهور ظروف صحية، ثم ظروف دولية صعبت المأمورية، ثم عاد الاقتصاد بقوة. لذلك يستشرفون أن ورغم ذلك يعني حافظنا على الاستقرار. نعم، خاصة بعد تهيئة البنية التحتية فيما يخص الاستثمار بإصدار قانون استثمار، المنصة المتعلقة بالاستثمار، قانون النقدي والمصرفي، كل البنية التحتية والظروف لإقلاع اقتصادي استكملت حلقاته، وبالتالي تنتظر إقلاع اقتصادي حقيقي في السنوات القليلة القادمة. لذلك المترشح الحر عبد المجيد تبون يقول أنه سيحقق صادرات خارج قطاع المحروقات تصل إلى 15 مليار دولار في سنة 2025، وكذلك سيحقق ناتج إجمالي يصل إلى 400 مليار دولار في آفاق 2027 بدخول عدد كبير من المؤسسات التي أطلقت حيز الاستغلال، خاصة أنه تم تسجيل أكثر من 8000 مشروع استثماري في السنتين الأخيرتين، خاصة أنه بعث مشاريع كبيرة مهيكلة على مستوى الوطني على غرار مصانع السكة الحديدية أو على غرار منجم غارج بيلات والفوسفات والمشاريع الكبيرة، خاصة في البتروكيماويات بالشراكة مع شركات أجنبية، أو حتى في قطاع الفلاحي، كلها مشاريع تبدأ تعطي ثمارها بعد 2026، مما سيؤثر بالإيجاب على الناتج الإجمالي وعلى معدل النمو. طيب، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. نعم. طيب أكيد نستعرض أيضا تصريح عبد العلي حسن المترشح عن حركة مجتمع السلم، والذي جاء في أهمها برنامجنا يرتكز على إعادة تنظيم إقليمي، نستمع. في برنامج فرصة نتبناه مشروع تاع تنظيم الإقليم من جديد. تنظيم الإقليم بمعنى لدينا تصور كيفاش نسير الإقليم من الناحية الإدارية. البلاد فيها زوج وحدات تنظيمية إدارية، هي الولاية والبلدية، وفيها تنظيم تاع الدائرة اللي هو تنظيم في وجهة نظرنا احنا ما عندوش فايدة. ولذلك احنا راح نعملوا في برنامجنا إذا انتخبوا علينا الجزائريين على أن نعيد التقسيم الإداري بما يسمح بوجود زوج فضاءات إدارية فقط، البلدية والولاية، ما كانش الدائرة. لماذا؟ لأن الدائرة جهاز صح يرافق ويعاون ويتابع، ولكنه في كثير من الأحيان جهاز بيروقراطي يعرقل التنمية في البلاد، ويعرقل أساساً المنتخبين المحليين، ويفرض في سلوكات بيروقراطية على أداء المنتخبين المحليين، وما يخليش المنتخبين يبادروا، وما يخليش المنتخبين عندهم اختيارات تنموية من صميم برامجهم اللي انتخبهم عليها الشعب. ولذلك احنا الفكرة الأساسية اللي لازم تفهموها يا إخواني، احنا عندنا برنامج يرتكز على الإقليم. بمعنى كيفاش؟ الإقليم
احنا الان التنميه راهي تدار في البلاد من خلال السياسات الماضيه اداره مركزيه، التخطيط للتنميه يتم بشكل مركزي. احنا برنامج الفرصه التخطيط للتنميه لازم يرجع محلي لا مركزي، ولازم الاقليم هو اللي يساهم في تطوير ودعم النسيج الاقتصادي والنسيج الاجتماعي والنسيج الصناعي والنسيج الفلاحي والنسيج اللي يخلي البلاد مستقره. ولاية الجلفة عندها إمكانيات كبيرة، لو تتنظم رايحة تولي ولاية قطب اقتصادي وصناعي وتجاري وقطب إقليمي كبير يؤثر في أن الإقليم يصبح عنده تأثير على مستوى البلاد. طيب، استمعنا إلى تصريح عبد العلي حسني المترجم عن حركة مجتمع السلم من ولاية الجلفة، تحدث وركز على النقطة وهي إعادة التنظيم الإقليمي وجعله يعني تسيير لا مركزي. كلام أعتقد أنه جد مهم حقيقة، ونحن الباحثين في مجال العلوم القانونية والسياسية نؤمن بأنه يجب أن يتغير، يجب أن تحدث طفرة على الأقل في التعامل أو في التسيير، ما يسمى التسيير الكلاسيكي نحو تسيير المقاولات الجديد أو نيو بابليك مانجمنت، على اعتبار أنه الجزائر كان فيها 48 ولاية ثم تحولت إلى 58 ولاية قبل تقريبا سنتين، نفس عدد البلديات 1541 بلدية، طبعا في بلديات غنية وبلديات فقيرة وبلديات رعوية وبلديات صناعية حسب التسميات، لكن في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو لا مركزية الخدمات هذا عنصر مهم جدا، لأن هناك مقاربتين، لا مركزية الخدمات ولا مركزية الهياكل. من الأهمية بمكان أن نثمن ما تم إنجازه على مستوى لا مركزية الهياكل، بمعنى عدد كبير من الولايات التي تم استحداثها والتي حققت حقيقة ديناميكية جديدة، مجلس شعبي ولائي جديد، أمن حضري جديد، قطب قضائي جديد، لكن بالمقابل لا مركزية الخدمات هي التي تعتبر مهمة. المادة 17 من الدستور تشير إلى أنه الجماعة القاعدية للجماعات المحلية والإقليمية هي البلدية، وهناك حديث عن الولاية، لكن لا توجد شيء اسمه الدائرة. رئيس الدائرة هو ممثل السيد الوالي في مقر الإقليم الذي ينتمي إليه. هناك مقاربات كثيرة ترى بأن الدائرة أصبحت يجب أن تكون من الماضي، على اعتبار أن هناك صلاحيات نزعت لها ثم وزعت هذه الصلاحيات بين البلدية والولاية، وهذه مقاربة إلى حد ما فيها درجة عالية من الصوابية. ربما حتى المترشح الحر السيد رئيس الجمهورية دعا قبل تقريبا سنة ونصف إلى الاشتغال على موضوع إصلاح الجماعات المحلية والإقليمية والانتقال بالبلدية إلى أدوات قاعدية مصدرة ومنتجة للدخل، على اعتبار أن البلدية دائما تتلقى إعانات من الدولة ومن السلطة المركزية ومن الصناديق المشتركة. فنعتقد أنه هذه ملاحظة جد مهمة وهي تندرج ضمن الاتجاه العام، وأعتقد أنه حتى المترشح يوسف أشيش أشار إلى ذلك، ناهيك على أن المجهود الذي بذل، هناك توافق في هذا النقطة. نعم، هناك توافق على أن هناك أيضا جهد بذل خلال سنة تقريبا ونصف أستاذ حمزة في إصلاح قانون الجماعات المحلية والإقليمية، كنا ننتظر أن يرى هذا القانون النور خلال السنة الفارطة، ولكن يبدو أن العمل على هذا الموضوع ليس من العملية السهلة، لكن نتوقع أنه مع بداية العهدة القادمة سنرى نور قانون الجماعات المحلية والإقليمية البلدية وأيضا الولاية، وربما بعض الجماعات الأخرى غير البلدية والولاية التي تدخل ضمن ما يسمى سياسة التشبيك ما بين الجماعات الترابية، بلديات مع بلديات وولايات مع ولايات. أكيد. أتوجه أيضا بسؤال الدكتور حمزة خضري، ركز على هذه النقطة إعادة التنظيم الإقليمي وأن التخطيط للتنمية يكون يعني محليا بامتياز، يعني يبتعد على المركزية. نعم، حساني السيد حساني علي شريف مترشح حركة مجتمع السلم قدم ثلاث أفكار. الفكرة الأولى هي إعادة التقسيم الإقليمي للبلاد بما يخدم التنمية المحلية، وهذه فكرة مهمة ومهمة جدا، ويمكن أن توصف بأنها فكرة نوعية، لأن مختلف البلديات ومختلف الولايات تحتاج إلى القرار المحلي من أجل بعث تنمية محلية، خاصة من الناحية الاقتصادية ومن الناحية التجارية. النقطة الثانية هي اعتماد اللامركزية. في الحقيقة التوسيع من اللامركزية الإدارية فيه نوع من المخاطر، لأنه ما معنى أن نوسع اللامركزية؟ معناها أن نوسع صلاحيات المجالس المنتخبة، المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي. والتجربة في الجزائر من 1989 إلى اليوم، المجالس البلدية في كثير من الحالات عرفت الانسداد، انسداد بسبب المحاصصة السياسية والمحاصصة الحزبية، وهذا ما عرقل التنمية المحلية في مختلف ربوع الوطن. لذلك الأفكار الجديدة التي تقدم اليوم هي إرجاع البلدية إلى مكانها الطبيعي مثل الولاية،
تتكون البلدية من جهازين، جهاز تنفيذي معين يجسد جهة عدم التركيز الإداري أو المركزية، وجهاز منتخب للتداول فقط، وهذا للقضاء على ظاهرة الانسدادات التي عرفتها مختلف البلديات. النقطة الثالثة حذف الدائرة. في الحقيقة أعتقد أن الدائرة مظلومة سياسيا. لماذا؟ لأن الكثير يعتقد أن الدائرة ليس لها أساس دستوري. لا، الدائرة في دستور 2020 لها أساس دستوري، لأن المادة 17 صريحة تقوم العلاقات ما بين الدولة على أساس لا مركزية وعدم التركيز. من هي ما هو عدم التركيز؟ الوالي هو جهاز عدم التركيز، رئيس الدائرة هو جهاز عدم التركيز. لذلك رئيس الدائرة ما هو إلا موظف مفوض من الوالي ليمارس صلاحيته في حدود إقليم معين. يجب أيضا شرح هذه المفاهيم. لماذا نشتكي من رئيس الدائرة؟ هو مجرد موظف عمومي مفوض من الوالي ليحل محله في إقليم جغرافي معين، بينما الصلاحيات ممنوحة كلها للمجالس المنتخبة. إذن بالنسبة لإعادة التقسيم الإقليمي للبلاد الذي طرحته حركة مجتمع السلم، هي فكرة مهمة ونوعية، خاصة إذا كان هذا التقسيم يخدم التنمية المحلية. أما بالنسبة للامركزية الإدارية وحف الدائرة، فهذه أفكار تنطوي على بعض المخاطر من جهة، وتنمو على عدم الاقتناع وعدم المعرفة بأن الدائرة لها أساس دستوري منذ دستور 2020. نعم دكتور الحيدوسي، يعني تحدث دائما في نقطة إعادة تنظيم الإقليم، وأنه ربما ركز على نقطة وهي أنه الإقليم هو من يساهم في تنشيط النسيج الاقتصادي والفلاحي والاجتماعي للمنطقة. فعلا هذا الموضوع طرح منذ سنوات، إعادة النظر في تركيبة الولاية وفق منظور إقليمي متخصص في مجالات معينة، وفق مقومات اقتصادية قد تتخصص بعض الأقاليم في صناعات معينة، قد تتخصص في مجالات اقتصادية معينة كالزراعة السياحة إلى غير ذلك. لذلك طرح هذا الموضوع منذ سنوات، وحتى المترشح الآن الحر عبد المجيد تبون قام في عهدته الانتخابية الأولى بإعادة التنظيم الإداري باستحداث ولايات جديدة، وهذا كان ما كان وعد به في ناخبيه في نهاية 2019. واليوم كذلك في عهدته الانتخابية الجديدة كذلك تحدث عن تقسيم جديد لولايات أخرى، وإعادة النظر حتى في الحدود بين الولايات وفق مقاربة اقتصادية حتى تعطي نوع من الإقليم. لذلك طرح كل كذلك المترشح الآخرين أشيش وحتى عبد العالي حساني شريف هذا تصور الإقليم وفق هذه المقاربة. في اعتقادي من الناحية الاقتصادية أن ملف المركزية ولا مركزية قد ولى أو طوي منذ فترة، باعتبار أن اليوم التطور السريع في الحاصل في مجال التكنولوجيا والرقمنة نعم يقضي على موضوع الذي كان يشكل في من الناحية الاقتصادية، تحدث على مشكل المركزية ولا مركزية ربما مؤسسة تجد الإدارة في العاصمة، الإدارة العامة في العاصمة وفروعها منتشرة عبر الوطن ربما في الجنوب، كان يشكل بالنسبة لموضوع المركزية ولا مركزية كان يشكل عائقا. اليوم مع التطور السريع التكنولوجي والرقمنة والكل مربوط بشبكة ومنصات اقتصادية في التعامل الاقتصادي، أعتقد أن ملف هذا يعني قد تجاوزه الزمن، وبالتالي يجب التفكير في مواضيع أخرى من أجل تطوير استغلال مقومات الإقليم وفق مقاربة اقتصادية، وما يمتلكه الإقليم من إمكانيات يتم جردها وتشخيصها لوضع استراتيجية ربما تختلف عن الاستراتيجية الوطنية تكون خاصة بالإقليم، لأن كل إقليم كما قلنا لديه خصوصياته. نعم. طيب كما سبق وأن ذكرنا سنسلط الضوء على برنامج المترشح يوسف أوشيش عن المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية وأهم محاور البرنامج، برنامجه الذي يحمل عنوان رؤية نستعرضه عبر الشاشة، ونستعرض أهم المحاور بداية بالمحور الأول الإصلاحات السياسية وتعزيز الرقابة من خلال انتخابات عامة خلال السداسية الأول من سنة 2025 وصلاحيات أوسع للبرلمان، إصلاح المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتقوية أدوات الرقابة البرلمانية ومجلس المحاسبة، بالإضافة إلى حذف الدائرة من التقسيم الإقليمي. إذن نبدأ بالتحليل والنقاش وتفكيك برنامج المترشح يوسف أوشيش الحامل لشعار رؤية، كما تحدثنا حول المحور الأول وهو الإصلاحات السياسية وتعزيز الرقابة.
من خلال انتخابات عامة خلال السداسية الأول من سنة 2025 وصلاحية أوسع للبرلمان. أبدأ بك أستاذ خضري فيما يخص هذه النقطة، يعني هو اقترح جملة من الوعود السياسية في مقدمة الذهاب بنظام شبه رئاسي ذا توجه برلماني، يعني وإعطاء صلاحيات أكثر وتشريعية أوسع للبرلمان. ربما هنا نتساءل هل يمكن نقول ربما إحداث توازن بين النظام الرئاسي والبرلماني؟ عندما نقرأ الأفكار أو الخطط الموجودة في برنامج السيد أوشيش يوسف نجد أنه يتكلم على نظام شبه رئاسي ذو توجه برلماني، ويتكلم عن صلاحيات أوسع للبرلمان. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن السيد أوشيش يقترح تعديل الدستور، يعني أولويات المترشح أوشيش في برنامجه الانتخابي أنه سيعدل الدستور من أجل إرساء قواعد نظام شبه رئاسي ذو توجه برلماني بصلاحيات أوسع للبرلمان. ولكن هنا نطرح مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول هو هل هناك قاعدة في الدستور الحالي لنظام شبه رئاسي ذو توجه برلماني؟ الإجابة نعم، المادة 103 من الدستور الحالي تقول إذا كانت الأغلبية البرلمانية في البرلمان مساندة للسيد رئيس الجمهورية فإن السيد رئيس الجمهورية يعين وزير أول، والوزير الأول ينفذ مخطط عمل الحكومة أو يصدر مخطط عمل الحكومة الذي يتولى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وهنا نكون أمام نظام شبه رئاسي. ولكن إذا قرر الشعب أن الأغلبية البرلمانية معارضة للسيد رئيس الجمهورية فرئيس الجمهورية بموجب الدستور الحالي ملزم بأن يعين رئيس حكومة، ورئيس الحكومة ملزم بتنفيذ برنامج المعارضة السياسية. إذن هذا النظام الذي يدعو له السيد أوشيش موجودة قواعده في نص المادة 103 من الدستور. أيضا النقطة الثانية يتكلم عن صلاحيات أوسع للبرلمان، هذا أمر مهم وأمر إيجابي، ولكن التساؤل المطروح ما هي الصلاحيات التي نضيفها للبرلمان؟ البرلمان له اختصاصه الأصيل هو التشريع، له 30 مجالا يستطيع أن يشرع فيها بمقتضى قانون، وله 8 حالات يستطيع أن يشرع فيها بمقتضى قانون عضوي، وله أن يراقب الحكومة عبر أدوات الرقابة البرلمانية على الحكومة وهي السؤال والاستجواب وملتمس الرقابة ولجان التحقيق. لذلك نطرح التساؤل ما هي الإضافة التي سيقدمها أوشيش حول صلاحية البرلمان وحول أدوات الرقابة. الأمر المهم والنوعي ويعني نوضحه في هذه النقطة أنه يؤكد على مراجعة إجراءات إعمال أدوات الرقابة. هنا صحيح أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة تعاني من نوع من البيروقراطية. النائب في المجلس الشعبي الوطني يجد صعوبة في إعمال آلية السؤال أو آلية الاستجواب أو آلية لجان التحقيق أو آلية ملتمس الرقابة، لأن كل هذه الإجراءات حسب النظام الداخلي تخضع لقرار مكتب المجلس الشعبي الوطني. عندما يقترح السيد أوشيش مراجعة هذه الإجراءات فهو نؤكد أنه أمر مهم ومهم جدا. أخيرا يتكلم على إصلاح المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء. المحكمة الدستورية سنتحدث على هذا النقطة أستاذ خضري فقط لكي نعطي الكلمة أيضا للأستاذ غويبو حنية. دائما ما في أول المحاور وإصلاحات سياسية وتعزيز الرقابة فيما يخص منح صلاحيات أكثر للرقابة التشريعية للبرلمان وفق نظام شبه رئاسي ذا توجه برلماني. نفس التعقيب الذي طرحه الأستاذ حمزة، يبدو أن هناك عدم نقول إدراك حقيقي لما تم إجراؤه من تعديل وإجراء عملية جراحية عميقة للتعديل الدستوري الأخير. لأنه عندما نقرأ المادة 103 هناك وما وراءها سنلاحظ أن هناك في حالة ما يسمى الرقابة الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية، في حالة الأغلبية السياسية المدعمة لبرنامج السيد رئيس الجمهورية هناك وزير أول، وفي الحالة الثانية رئيس حكومة، ثم بعد ذلك المواد التي توضح آليات عمل الحكومة. هذه الإجراءات أعتقد لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت بموجب عمل تم الاشتغال عليه مدة طويلة. ودائما نفرق نقول بين كتابة الدستور وبناء الدستور. عملية بناء الدستور هذه لم تتم بين عشية وضحاها، وإنما بمجهود جماعي كبير جدا، أكثر من 1200
خبير ومؤسسات مجتمع مدني ومختلف الفاعلين لكي يخرج الدستور إلى بهذه الصيغة. وهناك مواد صماء لا يمكن أبدا أن يتم تعديلها، وهناك مواد قد ربما تخضع للتعديل لاحقا، لكن نعتقد أنه هذه المادة 103 حلحلت هذه الإشكال الكبير الذي يكون في حالة التضارب وفي حالة الصراع وفي حالة الانسداد. ونعلم جميعا أنه ما أضافته هذه المادة 103 من خلال قراءة بسيطة فقط لمدة 5 سنوات سنلاحظ تلك الديناميكية غير المعهودة في عمل البرلمان، عدد الأسئلة الشفوية، عدد الأسئلة المكتوبة، ملتمسة الرقابة، اللجان التي تنتشر في مختلف الولايات بحسب أهمية القضية بحسب أهمية الأزمة أو بحسب أهمية المشكلة. بالتالي أحيانا نعبر عن شيء نرغب فيه، لكن يبدو أن هناك لا أقول عدم إدراك، ولكن أقول أنه التغيير في حد ذاته يبدو أنه يجب أن يوضع بين قوسين. لكن حقيقة أن هناك جهد بذل في هذا التعديل الدستوري، هناك عمل تم إنجازه، وهناك كما أسبق وتكلم الزميل الأستاذ حمزة عندما نتحدث عن صيغة المحكمة الدستورية فهذا نتيجة مسار. طبعا في السابق كنا نتحدث عن المجلس الدستوري، ونعلم أن المجلس الدستوري كان يخضع لمنطق الكوطة ومنطق المحاصصة السياسية ومنطق استئثار السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، على اعتبار أنه أغلب الأعضاء يتم تعيينهم سواء من طرف مجلس الأمة أو من طرف البرلمان، ونعلم أن البرلمان كان من طيف أو من لون سياسي تقريبا متقارب على عكس في هذه الانتخابات الأخيرة التي شكلت فيها يعني القوائم الحرة عدد كبير جدا بالنسبة لحاملي أيضا المستوى الجامعي، فئة الشباب أكثر من 140، فئة النساء، وهذا عنصر مهم يمكن إدراكه في عمل البرلمان. المحكمة الدستورية حقيقة تقريبا حوالي 5 مواد تشير إلى هذا الدور، تجاوزنا منطق الكوتا السياسية، تجاوزنا منطق عمل المجلس الدستوري، وأصبحنا حقيقة نتحدث عن قضاء دستوري، ولاحظنا كيف مارست المحكمة الدستورية عمل نوعي خلال هذه السنوات، سواء من حيث العمل الأكاديمي الميداني والورشات التدريبية، التشبيك مع مختلف المؤسسات الجمعية، ناهيك عن تثبيت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية وأيضا الانتخابات الرئاسية والانتخابات المحلية. وبالتالي هناك عمل ومجهود يجب أن يثمن، ناهيك على أنه الحديث في التفاصيل وإصلاح التفاصيل عملية ممكنة، على اعتبار أنه عادة نتحدث في سلم القوانين، لدينا دستور ثم قانون عضوي ثم قانون ثم إلى أن نصل إلى التعليمات، وباعتبارها أبسط شيء يعتد به في القانون. طيب دكتور تفضل أستاذ، ويسمح لي الأستاذ الحيدوسي يطرح إشكالية أو فكرة إصلاح المجلس الأعلى للقضاء، وهذه نقطة مهمة. سابقا قبل دستور 2020 كان المجلس الأعلى للقضاء رئيسه رئيس الجمهورية، ولكن عمليا الذي يتولى رئاسة المجلس هو وزير العدل. جاء الإصلاح الدستوري لسنة 2020 وأصبح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الرئيس الأول للمحكمة العليا، وأصبح المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة عمومية إدارية مستقلة ماليا وإداريا. إذا كاين استقلالية من ناحية أن المجلس مؤسسة عمومية إدارية مستقلة ماليا وإداريا، واستقلالية لأن الرئيس نائب الرئيس الرئيس الفعلي للمجلس هو قاضي من السلطة القضائية يشغل وظيفة الرئيس الأول للمحكمة العليا. إذا ما هي الاستقلالية الأخرى التي يتصورها السيد أشيش؟ هل يطرح فكرة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء؟ نقول حذاري، هذه الفكرة خطيرة واعتمدت من بعض الدول وترتب عليها طغيان السلطة القضائية على باقي السلطات، وترتب عليها فساد مالي وإداري، والتاريخ يتحدث عن هذا الأمر. طيب دكتور الحدوث، يعني ننطلق مما جاء على لسان كل من الأستاذ حمزة والأستاذ قويبو حنية، يعني رغم الإصلاحات الدستورية يعني شاهدنا في برنامج المترشح يوسف أوشيش هناك دائما مقترحات، منها إصلاح محكمة دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وأيضا حذف الدائرة من التقسيم الإقليمي. فعلا هو لديه مقاربة باعتبار أنه كان في حزب يمثل في المعارضة وذو توجه يساري، لديه ربما رؤية مخالفة لنظام، لكن يجب أن تكون هناك آليات ميدانية لتحقيق ذلك، باعتبار أنه يطرح فكرة لست أدري إن كانت مع الأساتذة في القانون وفي الرئاسي شبه برلماني، وهل يمكن تجسيدها وفق انطلاقا من مقومات المجتمع الجزائري، وحتى أن هناك بعض التجارب مثلا في الجارة أو في حتى دول أين تراجعت عن النظام البرلماني للانسدادات التي حصلت وعادت إلى النظام الرئاسي
الرئاسي وفق مقاربة حديثة، وما يحصل على مستوى الجماعات المحلية. نحن لدينا أكثر من 1541 بلدية، ثلثي منها تعاني في كثير من الحالات من الانسداد بسبب ربما تداخل أو اختلاف الآراء، رغم أن ربما الصلاحية الممنوحة نعم كذلك على مستوى المحلي، رغم أن الميزانية قليلة، وربما على مستوى المحلي توجد أفكار كثيرة فقط ربما بعض المشاريع الصغيرة، رغم ذلك كان هناك انسداد حتى تتدخل في كثير من الحالات، يتدخل الوالي لفك أو حل المجلس أو إعادة النظر في الانسداد الحاصل. لذلك هل يمكن نقل هذا الموضوع المحلي على المستوى الكلي؟ لست أدري، أنا متخصص في الاقتصاد. كذلك تحدث عن إعادة إصلاح بعض المؤسسات، وكانت هناك إصلاح من خلال دستور 2020، والأساتذة في متخصصين في القانون ربما أدرى مني من ذلك. أعتقد أن التركيز الآن هو على الجانب الاقتصادي أكثر من الجوانب الأخرى التي يمكن مناقشتها. نعم طيب، نمر الآن إلى المحور الثاني وهو السياسة الاجتماعية، نستعرضه على الشاشة. أهم جاء فيه رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40,000 دينار جزائري، إنشاء مدخول أدنى للجميع بنسبة 50% من الأجر الوطني الأدنى، تفعيل الحق في التقاعد المسبق وتسقيف أسعار السلع والفحوصات، وإنشاء 4 مدن نموذجية ذكية ومترابطة. إذن ضيوف الكرام، دائما برنامج جبهة القوى الاشتراكية أعطى حيزا للجبهة الاجتماعية خلال هذا البرنامج، نظرا إلى إيديولوجية الحزب اليساري، وركز على مصطلح مبدأ العدالة الاجتماعية لبناء دولة وطنية. صحيح، أنا بالنسبة لي عندما استمعت إلى خطاب السيد أوشيش، فهناك ملاحظات تؤكد تصالح هذا الشخص أو هذا المترشح مع المسار السياسي له، وأيضا مع المطالب التي ظلت جبهة القوى الاشتراكية تنادي بها. ربما بعض المطالب تكون، لا أقول رغبوية، وإنما أقول ربما هل هي مبنية على دراسات؟ عندما نقول رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40,000 دينار جزائري، هل هو نتيجة دراسة ميدانية بناء على الأسعار واسعة الاستهلاك؟ هل ربما لماذا لا تكون 8,000 دينار جزائري؟ لماذا لا تكون 100,000 دينار جزائري؟ بناء، فعندما نضع مجموعة من المعطيات يجب أن نضع لها مؤشرات قابلة للقياس ونؤكد على ذلك. عندما نتحدث عن إنشاء مدخول أدنى للجميع بنسبة 50% من الأجر الوطني الأدنى، ما هي الآليات التي يجب اعتمادها بهذا الصدد؟ رغم أهمية هذا الكلام حقيقة، هناك مثل بريطاني يقال أنه الشيطان يكمن في التفاصيل. ما هي التفاصيل التي يمكن أن تتنزل من خلالها هذه الأهداف الكبرى إلى مشاريع قابلة للقياس؟ لكن ربما الفكرة الثالثة، وهي فكرة أعتقد أنها مهمة وتعمل عليها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال، وهي تفعيل الحق في تسقيف الأسعار والفحوصات والتقاعد المسبق. التقاعد المسبق والتقاعد النسبي، نعلم أن هناك شرائح واسعة خاصة بين قوسين من المهن التي تصنف بكونها مهن شاقة أو مهن مرهقة، تطالب بالتقاعد النسبي. يحدوها في ذلك مجموعة من الأهداف. الهدف الأول سياسة تشبيب قطاعات كثيرة على اعتبار أن هذه الفئة اشتغلت لمدة طويلة وبالتالي لها الحق في التقاعد المسبق، وأيضا لاحظنا أن هناك معارضة لهذا المشروع رغم أهمية هذا المشروع وطرحه في الوقت الحالي. وهناك من يتحدث أيضا عن صندوق الإطارات وآلية العمل وفق هذا الصندوق ومدى فاعلية هذا الصندوق من عدمه. لكن الجزئية الأخيرة وأعتقد أنها أيضا مهمة، إنشاء مدن نموذجية، 4 مدن ذكية، خاصة نحن نتحدث عن اقتصاد رقمي، نتحدث عن اقتصاد تضامني. هذا الاقتصاد التضامني الذي جاء بعد مرحلة من الاقتصاد النيوليبرالي، الاقتصاد التضامني الذي يقوم بفكرة أساسية مفادها أنه جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين يجب أن تندمج في الحركية الاقتصادية، بحيث هناك أيضا نموذج للمدن الذكية طبعا الجزائر تم تجسيدها. صحيح، الآن أصبحت الجزائر تعتبر من الدول الرائدة في مجال المؤسسات الناشئة والأولى تقريبا إفريقيا. هناك مشاتل وحاضنات أعمال تعتبر نموذجية في الجامعات الجزائرية، وهذا عنصر أيضا مهم. المدن الذكية ربما تجربة مدينة حسيب بن عبد الله تجربة مهمة جدا، خاصة أنها تضم معاهد متخصصة. سيدي أنا حسيب بن عبد الله في ولاية ورقلة، سيدي بن عبد الله تعتبر يعني تحوي على معاهد متخصصة، وحتى معدلات الالتحاق بهذه المؤسسات والمعاهد العليا تعتبر تصل إلى معدل 19-18، وتستقطب أفضل الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا. بالتالي ربط بين الاقتصاد الجزائري من جهة
وبين المدن الذكية من جهة، وهذه تذكرنا بتجربة سيليكون فالي، تذكرنا بتجربة علاقة بين الاقتصاد وما يسمى البيئة الاقتصادية والاجتماعية. هذا عنصر مهم أكيد أن السيد رئيس الجمهورية أشار إليه، خاصة سابقا فيما أسماه الدبلوماسية الاقتصادية الهجومية، ذلك ينطوي على هذه الفكرة. وبالتالي هذه الفكرة أعتقد أنه السيد أوشيش كان محقا فيها، يبقى فقط الاتفاق على 4 مدن 8 مدن. أعتقد أن سياسة الأقطاب هي الفاعلة وهي المؤثرة. أكيد، ودائما ما نربط يعني الجانب الاجتماعي بالجانب الاقتصادي. أكيد سيد الحدوسي، فيما يخص رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40,000 دينار جزائري، إنشاء مدخول أدنى للجميع بنسبة 50% من الأجر الوطني الأدنى، ربما التساؤل المطروح الآن يعني من أين ستمول كل هذا؟ يعني ما هي مصادر التمويلية لهذا من الجانب الاقتصادي؟ فعلا الأستاذ أوشيش طرح برنامج طموح وثري مثل ما قال في تصريحه، وقدم الوعود كثيرة خلال برنامجه الانتخابي، خاصة أنه ينطلق من أدبيات الفكر الاشتراكي الذي يركز على الطبقات الهشة، وأكد في تصريحه أنه ينطلق من الشعب وإعادة السيادة الشعبية. لذلك نجد هذه الوعود الانتخابية عندما يتحدث عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40,000، عندما يتحدث عن إلغاء الضريبة على الدخل للأجور التي تقل عن 50,000، عندما يتحدث كذلك عن تسقيف الأسعار، يتحدث كذلك عن إنشاء دخل أدنى للجميع يساوي 50,000 من الأجر الوطني الأدنى المضمون، يعني 40,000، يعني تتحدث عن 20,000 دينار جزائري. تحدث كذلك عن تفعيل الحق في التقاعد المسبق، إذا تحدثنا نبدأ من التقاعد على الصندوق، يعني نعم. هل هو يعني في ظل العجز الذي يعاني، يعني هل هو قادر على نعم تغطية إذا بدأنا بالتقاعد المسبق. اليوم التقاعد المسبق الصندوق يعاني منذ سنوات، صحيح أنه استطاع من خلال الاستثمار التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة من تخفيض العجز من 500 مليار دينار جزائري إلى 380 مليار دينار جزائري في نهاية 2023، مع استحداث عدد من المناصب العمل. اليوم إذا ودراسات تقول أنه تغطية متقاعد واحد نحتاج إلى أكثر من 5 مناصب عمل جديدة، خاصة أن سي أوشيش لم يذكر عدد المناصب التي يتم إنشاؤها. إذا تحدث عن تسقيف الأسعار، وفي نفس البرنامج يتحدث عن إلغاء الأسواق أو الموازية أو الاقتصاد الموازي، وتسقيف الأسعار يغذي في نفس الوقت السوق الموازي، لأن السوق الموازية كما يعلم الجميع نسبة كبيرة من السوق الموازية تأتي من سياسة تسقيف الأسعار، لأن البشر هم بشر أينما كانوا وحيثما وجدوا في الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان أو في الجزائر، فالتاجر يريد أن يحقق أرباح، وسياسة تسقيف الأسعار تدفعه إلى الذهاب نحو السوق الموازية من أجل جني أرباح. لذلك طيب سنتحدث أيضا في الشق الاقتصادي فيما يخص هذه النقطة. أستاذ حمزة خضري، في عجالة فقط وباختصار، يعني فيما يخص السياسة الاجتماعية وفي ضمن برنامج يوسف أوشيش، يعني يجب أن ترافق يعني مختلف هذه الإجراءات يعني دراسة للسوق وأيضا رفع قيمة الدينار. نعم، إجابة على تساؤلكم على ماذا سيعتمد السيد أوشيش في هذه الزيادات، أقول أنه بالتأكيد السيد أوشيش سيعتمد على ميزانية الدولة، وهنا يطرح التساؤل هل ميزانية الدولة في ظل هذا الوضع الاقتصادي المحلي والدولي قادرة على تغذية هذه النفقات التي تصل إلى وضع الحد الأجر الوطني الأدنى مضمون إلى 40,000 دينار جزائري. التساؤل الثاني، هل يضمن السيد أوشيش أن الباترونة القطاع الاقتصادي سيوافق على هذه الزيادة، لأنه مثل هذه الزيادات لا تمر عن طريق قرارات حكومية ولكن تمر عن طريق الثلاثية بين الحكومة والنقابات والباترونة. إذن بالنسبة لتفعيل الحق في التقاعد، نعلم اليوم حاليا صندوق التقاعد يعاني من العجز، وهو مدين يستدين من الصندوق الوطني للعمال الأجراء، فكيف يستطيع استيعاب التقاعد النسبي إلى هذه النقطة في الشق الاقتصادي. فقط نتوقف مشاهدين عند فاصل ولا نعود.
عودة لكم مشاهدينا من جديد استكمال ما تبقى من برنامج جزائر تنتخب، ودائما مع برنامج المترشح يوسف أوشيش المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية. إذا نواصل محاور البرنامج لننتقل إلى البرنامج الاقتصادي وهو إنهاء سياسة الريع والتنويع الاقتصادي، نستعرضه على الشاشة. منها تحسين مناخ الأعمال ورفع حجم الصادرات، عصرنة النظام البنكي والمالي ومحاربة السوق الموازية، إنشاء أقطاب اقتصادية متكاملة، إعادة تنظيم الشركات الاقتصادية العمومية لتحسين كفاءتها، إنشاء وكالات صرف رسمية على المستوى الوطني، إنشاء وكالة للأمن الغذائي، وخوض معركة القمح الصلب. أعود إلى ضيوفي بتحليل ونقاش، أبدأ بك دكتور الحيدوسي. فيما يخص الشق الاقتصادي عديد النقاط، هو تحسين مناخ الأعمال ورفع حجم الصادرات كما سبق وأن ذكرنا، المعروض عبر الشاشة، إنشاء أقطاب اقتصادية متكاملة، يقترح أيضا إعفاء ضريبي للشركات الناشطة في الاقتصاد الموازي وكبح البيروقراطية. يعني هل هذا كافي في نظركم لامتصاص أموال الاقتصاد الموازي؟ فعلا طرح سيوشيش برنامج الامتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازي من خلال سياسة تحفيزات جبائية أو إعفاءات جبائية بالنسبة للذين يشتغلون خارج الأطر الرسمية، وهذا إذا تحدثنا عن من منظور اقتصادي أن الخزينة لن تستفيد من هؤلاء الذين يندرجون أو في كمرحلة أولى في الإطار الرسمي لأنهم لن يدفعون ضرائب، وبالتالي تحدث عن رفع التحصيل الجبائي من 3000 مليار دينار إلى 7500 مليار دينار جزائري، وهذا كذلك تحدي كبير، من أين ستأتي بالأموال من أجل رفع هذا التحصيل الجبائي. تحدث عن تسقيف الأسعار، وبالتالي تسقيف الأسعار سيغذي كذلك السوق الموازي الذي يريد محاربة. تحدث عن تحسين مناخ الاستثمار، وفي نفس البرنامج يتحدث عن الأمن القانوني، المحافظة على القوانين والسارية المفعول، وقانون إذا تحدثنا عن تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، قانون الاستثمار 2022، وفي بنود قانون الاستثمار يتحدث عن أمن قانوني مدته 10 سنوات. هل سيوشيش لما ينتخب يوم 7 سبتمبر سيغير قانون الاستثمار الذي يتحدث عن أمن قانوني مثل ما هو في برنامجه على الأقل 10 سنوات، عندما يتحدث عن رفع حجم الصادرات، خاصة الصادرات، يتحدث الصادرات خارج قطاع المحروقات، ويتحدث في برنامجه عن جلب الاستثمار. الآن الحكومة تحاول رفع الصادرات، وهي تسعى إلى رفع الصادرات إلى خارج قطاع المحروقات من تجاوز 2 مليار دولار 5-7، وتطمح إلى 15 مليار دولار في السنوات القليلة القادمة. يتحدث عن جذب الاستثمارات الأجنبية، كيف نتحدث عن جذب الاستثمارات الأجنبية ونحن نتحدث عن إعادة النظر في قانون الاستثمار، وفي نفس الوقت نتحدث عن سياسة تسقيف الأسعار، أي أن هذا المستثمر الأجنبي الذي يأتي إلى الجزائر تقول له يجب أن تبيع بالسعر الفلاني، في حين أن المترشحين الآخرين من وهذا ما ينفر يعني المستثمر الأجنبي، خاصة عدم الاستقرار في القوانين. وتحدث عن تسقيف الأسعار، وبالتالي سينفر المستثمر الأجنبي. إذا تحدث عن من أجل رفع التحصيل الجبائي من 3000 إلى 7500، ضريبة على الثروة، ونحن نتحدث عن تحسين مناخ الاستثمار، أي نحن ما حدث بعد 2019 تقلص عدد رجال الأعمال، والحكومة تحاول إنشاء رجال أعمال جدد يعني ذو نزاهة وكفاءة وشفافية، وهو يطرح فكرة أنه ضريبة على الثروة، وهذا سيحفز تهريب العملة إلى الخارج، ونشاهد تقارير. لكن هو انطلق ربما من مبدأ العدالة الاجتماعية، ولكن تجربة الضريبة على الثروة أثبتت العكس في الكثير من الدول وتخلت عنها، والدول الآن تريد أن أصبح تنافس نحو جنات التهرب الضريبي، كل الدول العالم تريد أن تجذب رؤوس الأموال إليها ومن أجل الاستثمار. ونتحدث عن تهريب تقريبا يوميا أو أسبوعيا، نشاهد تقارير صحفية وما يخرج أكثر من تهريب الأموال إلى الخارج، وهو يتحدث عن ضريبة على ثروة، هذا سيحفز أكثر لتهريب العملة أكثر، وفي حين أن العكس من المفروض يجذب رجال الأعمال خاصة الجزائريين المتجاوجين في الخارج والذين يمتلكون أموال، و من خلال تحفيزات تسمح لهم بجلب أموالهم إلى الخارج وجلب الأموال من كل بقاع العالم. كذلك تحدث عن
طيب لكي نمنح فقط الكلمة أيضا الأستاذ حمزة خضري، يعني بمنظور البرنامج المترشح يوسف أوشيش، هل يمكن القضاء على السوق الموازية من خلال هذه المقترحات لكبح البيروقراطية حسبه؟ السيد يوسف أوشيش وفي للاقتصاد الاشتراكي، وذلك لأنه ركز على نقطتين. النقطة الأولى هي سياسة الأقطاب الصناعية المتكاملة، والنقطة الثانية إعادة تنظيم وهيكلة المؤسسة العمومية. وفعلا هي نقطة مهمة، لأنه القطاع العمومي هو محرك للاقتصاد الوطني في أعرق الرأسماليات في العالم، في الولايات المتحدة الأمريكية وفي معظم الدول الأوروبية. إلا أن التساؤلات التي تطرح على ما قدمه السيد أوشيش، التساؤل الأول، هل يأخذ بعين الاعتبار أننا اعتمدنا سابقا سياسة الأقطاب الصناعية في زمن السبعينات وفشلت هذه السياسة، فأين مركبات الحديد والصلب، أين أقطاب الصناعات الميكانيكية، أين أقطاب الصناعات الكهرومنزلية. ما يؤخذ على برنامج السيد أوشيش أنه لم يتكلم على الإطلاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلى المؤسسات الناشئة، في حين أنه يتكلم على ترقية الصادرات خارج المحروقات. كيف ترقي الصادرات خارج المحروقات ولا تتكلم في البرنامج الانتخابي على المؤسسات الصغيرة؟ ربما هو يلمح إلى يعني برنامج جديد، برنامج اقتصادي جديد، ولكن لا يمكن. كيف نصدر خارج المحروقات دون مؤسسات صغيرة ومتوسطة؟ الصادرات في كل دول العالم تعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، خاصة أن الأقطاب الصناعية المتكاملة التي يركز عليها في برنامجه الاقتصادي تتعلق خاصة بالصناعات التي توجه إلى الاستهلاك المحلي. إذن من ناحية ترقية المؤسسة العمومية الاقتصادية ممتاز، ولكن مسألة الأقطاب الصناعية المتكاملة يجب أن نأخذ بعين الاعتبار تجربة الجزائر السابقة، وغاب عن برنامجه مسألة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة. طيب أستاذ قريبو حنية، دائما نبقى في الشق الاقتصادي، أيضا أخذ حيز منه برنامج المترشح يوسف أوشيش من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودائما ما ركز على السوق الموازي وطريقة استقطاب هذه الأموال. أنا يبدو لي أحيانا عندما يتم وضع الأهداف العامة للبرنامج لا يتم الاتكاء إلى ما تم إنجازه سابقا. نحن قبل 2019 نتذكر جميعا أنه الجزائر كانت تستورد تقريبا كل شيء. البارحة المترشح الحر تحدث عن أنه عندما نتحدث عن صناعة حقيقية لا نتحدث عن مؤسسة، عن صناعة تركيبية. يعني الآن نتحدث عن صناعة للثلاجات، نتحدث عن مواد وصناعات خاصة في مجالات بعينها، أدوات التبريد وأدوات إلكترونية وأجهزة متكاملة. في مراحل معينة كنا نستورد الفوسفات والزنك والإسمنت، الآن نحن نراهن على أن نكون الأول دولة إفريقية بهذا الصدد، وهناك إنجاز بهذا الصدد على مستوى المصانع والمؤسسات الكبيرة. بالتالي أعتقد على أنه عندما نضع مجموعة أهداف ونتحدث عن إنهاء سياسة الريع، يجب أن نتكئ على ما هو منجز ولا ننطلق من فراغ. هذه ملاحظة أردت أن أشير إليها. النقطة الثانية، ما تمت إشارة إليه من تفاصيل، أعتقد أنه هذا كلها ترتبط بجزئية مهمة جدا. هناك وكالة في الجزائر، وهذه الوكالة هي التي يجب أن تفعل ويفعل دورها، وكالة جزائرية لترقية الاستثمار. هذه على سبيل المثال سجلت أكثر من 2600 مشروع بقيمة 8 مليار دولار. هناك إنجازات على أرض الواقع لا يمكن أبدا إنكارها، وهذه الإنجازات هي التي يجب أن تثمن. هذه المعطيات كلها عندما نتحدث عن عصرنا للنظام البنكي والمالي والمصرفي، وإنشاء أقطاب اقتصادية متكاملة، وإنشاء وكالات الصرف رسمية على المستوى الوطني، كيف نقضي على هذه الإشكالات الهيكلية في نظري؟ عن طريق وكالة أو ما يسمى المحافظة السامية للرقمنة. لاحظنا جميعا أن هناك الآن منجزات على أرض الواقع، أكثر من 90% تقريبا من الممتلكات والجوانب المرتبطة بالمحافظات العقارية تمت رقمنتها. ونفس الشيء بالنسبة لسوق العمل، في السابق كان هناك تلاعب كبير جدا في سوق العمل خاصة في الشركات وفي المؤسسات البترولية، الآن عن طريق الرقمنة حقيقة استطعنا لا أقول نقضي تماما على مشكلة إشكاليات كبيرة في مجال البطالة وغير ذلك والاستثمار، ولكن على الأقل استطعنا على أن نقلص هذا الشيء. أعتقد أنه نثمن ما تم إنجازه، ثم نطرح مجموعة من الثغرات والنقائص التي يجب أن تستجيب للإكراهات الجديدة، ومن ثم نتحدث عن انطلاقة حقيقية، وهذا هو الذي يجب أن نعول عليه. إنشاء وكالات الأمن الغذائي على سبيل المثال، وخوض معركة القمح والصلب، أعتقد أنه ليست لدينا مشكلة في إنشاء هياكل بيروقراطية أو أجهزة أو وكالات، لدينا إشكالية في الاستراتيجية في حد
حقتها. عندما نعتمد استراتيجية في 2019 كنا نتحدث عن ميزانية فارغة وأن الشعب لا يمكن أن يتقاضى راتبه في شهر سبتمبر القادم، لأن نتحدث حاليا على أن هناك تحسن على مستوى القدرة الشرائية، هناك زيادة في الأسعار، هناك قانون جديد للاستثمار. هذه المنجزات يجب أن نثمنها وأن ننتقدها لننطلق نحو جودة تثمين مكتسبات وننطلق نحو عندك ملاحظة سيد حدوسي فقط باختصار فقط النظام البنكي والمالي فقط. تحدث عن الجانب المالي وشاهدت من خلال قرأته من خلال برنامج المترشح سيد أشيش إعادة نظر في القانون العضوي 15-18 المتعلق بقانون المالية وبرنامجه يحمل رؤية وتصور مستقبلي بأهداف، وقانون المالية هو 15-18 هو تخلى عن قانون مالية ميزانية الوسائل أو معروفة بالتجهيز والتسيير نحو ميزانية الأهداف، ومفروض هو عنده برنامج رؤية تحمل أهداف يقول يجب إلغاء أو إعادة النظر في قانون العضوي المتعلق الذي بدأ به العمل في 2023-2024 أي بأهداف، وتخلينا عن ميزانية التسيير وميزانية التجهيز. كذلك يتحدث عن إنشاء وكالات الصرف، والحديث عن وكالات الصرف يتحدث عن تقوية الدينار، وبالتالي عدنا إلى التسيير الإداري للبنك المركزي الذي يحدد سعر الصرف، وبالتالي هذا بطريقة أو بأخرى سيغذي السوق الموازية للعملة، لأن ما يحدث في السوق الموازية منذ إنشاء قانون يسمح بإنشاء وكالات الصرف وتم سحب حسب وزارة المالية 47 دفتر شروط من أجل إنشاء وكالات الصرف، وتم إرجاعها كلها ما عدا ثلاث مؤسسات عمومية هي الفنادق التي بقيت محافظة على إنشاء مكاتب الصرف، وكل الذين سحبوا من أجل سحب الاعتماد تخلوا عنه. السبب هو الفرق بين السعر الإداري الرسمي والسوق الموازية أو ما يعرف بالعرض والطلب، وبالتالي في اعتقادي أن تحرير الاقتصاد وتحرير سعر الصرف هو الذي يسمح بإنشاء وكالات الصرف ويسمح بالقضاء على الهوة بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي. نعم. طيب ننتقل الآن إلى بعض أهم المحاور للمترشح يوسف أوشيش وهي السياسة الخارجية والأمن الوطني، نستعرضه عبر الشاشة. أين تبنى دبلوماسية هجومية لتعزيز دور الجزائر كوسيط لحل النزاعات، تقوية مناطق التأثير الجزائرية في إفريقيا، إعادة تقييم العلاقات مع الشركاء على أساس المصلحة الوطنية، إنشاء مرصد وطني لليقظة الاستراتيجية، اعتماد عقيدة دفاعية وقائية واستباقية تتناسب مع الحقائق الجيوستراتيجية الجديدة، تطوير وحدات استجابة سريعة للأزمات الفورية وغير المتوقعة، إعادة تقييم علاقتنا مع الشركاء التقليديين على أساس المصلحة، واستمرار دعم القضية الفلسطينية والعمل على إقامة دولة فلسطين، بالإضافة للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. إذن كما تابعنا تضمن أيضا برنامج يوسف أوشيش أكيد الجانب السياسي للسياسة الخارجية والأمن الوطني أيضا، خاصة ما شاهدناه من نقول حراك دبلوماسي فيما يخص القضية الفلسطينية، وأيضا ما تعيشه الجزائر في ظل هذه المتغيرات الإقليمية والدولية. تبنى في نقطة مهمة وتبنى دبلوماسية هجومية لتعزيز دور الجزائر، تفضل أستاذ قويب وحنية. حقيقة كلام مهم جدا، وهو ينسجم وينطلق مع مبادئ السياسة الخارجية المعتمدة منذ الاستقلال، لكن هناك نوع من لا أقول الحياد ولكن نوع من الإضافات التي ربما جاءت لتحسين ربما هذا الدور. خليني نتحدث قبل ذلك أستاذ بوحنية، يعني هل لك أن تفصل لنا في هذا المصطلح الدبلوماسية الهجومية؟ هو هذا المصطلح سبق وأن شخصيا اطلعت عليه في برنامج السيد رئيس الجمهورية سنة قبل 5 سنوات، ولكن في مجال الدبلوماسية الاقتصادية الهجومية، بمعنى لا ننتظر وقوع الأزمة ثم نتعاطى معها اقتصاديا، وإنما يجب أن نضع سيناريوهات قبل حدوث الأزمة، لأنه أزمة جائحة كورونا وضعتنا أمام حقيقة مشاكل هيكلية. لقينا رحنا بين عشية وضحاها أمام تعليم عن بعد ودراسة عن بعد وخدمات عن بعد، وهذا لم نكن كل عالم يعني أثرت على كل عالم. نعم كل، وحتى السيد رئيس الجمهورية المترشح الحالي قال إنه السنة الأولى كانت صعبة بالنسبة للجزائر، ونصت كذلك تداعياتها على العالم في كله على الجزائر. بالتالي عندما نتحدث عن دبلوماسية هجومية وكأني به يريد أن يقول أشيش سيد أشيش، قبل أن تقع الأزمة يجب أن تتصورها، ربما تكون نظرة استباقية. نظرة استباقية ربما يشير إلى ذلك، لكن أعتقد أنه الجزائر سياستها الخارجية متوازنة. الدولة الجزائرية تاريخيا، وهذا الذي لاحظناه حتى خلال 5 سنوات الأخيرة، أنها دولة
تساهم في بناء الأمن والاستقرار من خلال مختلف المنتظمات الدولية والإقليمية، وأنها أيضا تصدر هذا الأمن والاستقرار من خلال مجموعة من المقاربات على سبيل المثال تجريم دفع الفدية للجماعات المسلحة، توظيف ما يمكن تسميته الدبلوماسية الروحية. العام الماضي تم إقامة ملتقى ضخم جدا اللي هو ملتقى الإمام المغيري، والذي فيه تم تجميع عدد كبير من الفاعليات الروحية لكي يتم التأكيد على أن الجزائر تلعب دور مهم جدا في استقطاب الأخويات الروحية، على اعتبار أنها حقيقة تمتلك هذا الزخم الروحي الذي للأسف الشديد لمراحل معينة لم يكن يتكئ عليه ويعتمد عليه، وهذه أحد العناصر القوة التي يمكن أن تعتمد على الجزائر في المستقبل. ثم إنشاء مرصد وطني ليقظة الاستراتيجية، أعتقد أنه على سبيل المثال المقصود الجزائر دعت إلى ذلك في مختلف المؤسسات في مختلف حتى في الاتحاد الإفريقي، آلية لرصد الأزمات، آلية النظام الإنذاري المبكر للأزمات، هذا موجود في الجزائر ليس فقط طالبته على مستوى الجزائر وإنما على مستوى إفريقيا، وعن طريق يقظتها الاستراتيجية استطاعت على أن تطرد الكيان الصهيوني حتى يتحصل على صفة المراقب في الاتحاد الإفريقي. ناهيك على أنه شيء مهم جدا، هناك تمسك بالأساسيات السياسة وبوصلة السياسة الخارجية ثوابت في الأخير لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وأيضا القضية الفلسطينية، ونعلم جميعا أن هناك مجهود كبير بذل ولا زال يبذل لدعم حقوق هذين الشعبين الشقيقين في تقرير مصيرهما. أكيد أتوجه أيضا السؤال إلى الأستاذ حمزة خضري، نقطة أيضا أخرى وإعادة تقييم العلاقات مع الشركاء على أساس المصلحة، في إشارة إلى إعادة الشراكات مع الشركاء التقليديين وإعادة رسم استراتيجية شاملة ربما وفق نظرية رابح رابح. نعم، أعتقد أن ما قدم هو السيد وشيش يوسف في باب السياسة الخارجية والأمن الوطني يتقاطع كما ذكر الأستاذ قوي مع ثوابت السياسة الخارجية الجزائرية وأمنها الوطني. وربما أذهب في اتجاه آخر لشرح مصطلح دبلوماسية هجومية، أعتقد أنه مجرد تأثر بمصطلحات اليسار التي كانت سائدة في القرن الماضي، مصطلحات تشي غيفارا ونيلسون مانديلا، ليس إلا لأننا عندما نتفحص بنود برنامج السيد أوشيش نجده لا يقدم الجديد فيما ما هو موجود حالا في السياسة الخارجية للدولة الجزائرية. هو يدعو لأن تكون الجزائر وسيط لحل النزاعات، وهذا موجود في السياسة الخارجية الجزائرية وفق مقاربة السلم والتنمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. يتكلم عن تقوية مناطق التأثير الجزائرية في إفريقيا، وهو توجه للسياسة الجزائرية خلال على الأقل 5 سنوات الماضية. اليوم نطير من مطار هواري بومدين إلى أكثر من 5 دول إفريقية في رحلة مباشرة. الجزائر تعمل على تقوية مناطق التواجد والنفوذ في إفريقيا، لأن إفريقيا هي امتدادنا الطبيعي وامتدادنا الاستراتيجي، وتسعى الجزائر لتكون قاطرة الدول الإفريقية. أيضا تتكلم عن الندية أو المعالمة بالمثل، مراجعة علاقة الجزائر بالدول الأخرى على أساس الندية، وفي هذا يتقاطع السيد أوشيش مع برنامج المترشح الحر السيد عبد المجيد تبون، وكذلك مع برنامج المترشح حساني سي شريف. الندية، الجزائر ليست تابعة لأي معسكر، ليست تابعة لأي دولة، ليست تابعة لأي تحالف، وإنما تتعامل وفق قواعد الندية، ومعنى الندية هي التعامل بالمثل من الناحية السياسية والدبلوماسية، وفي الناحية الاقتصادية التعامل بمقتضى مبدأ رابح رابح. طيب أتوجه أيضا إلى الدكتور الحدوسي فيما يخص الدبلوماسية الهجومية، يعني جاءت من أجل تعزيز دور الجزائر كوسيط لحل النزاعات سواء كانت نزاعات اقتصادية أو ما نشهده اليوم أيضا في قطاع غزة وأيضا فيما يخص قضية الصحراء الغربية. فعلا الجزائر سطرت، أولا يجب الإشارة إلى أن البرنامج المتعلق بالسياسة الخارجية والأمن الوطني للمترشح السيد أوشيش يتقاطع مع البرامج الانتخابية لثلاث مترشحين، أي يشتركون تقريبا في نفس الأفكار، وهو الدفاع عن المصالح الوطنية، الأسس والمبادئ التي بنيت عليها الدبلوماسية الخارجية منذ السنوات الأولى لاستقلال الجزائر وبقية ثابتة، وهذا ما لمسناه من خلال برنامجه عندما يتحدث عن دعم القضية الفلسطينية. هذه والقضية الفلسطينية ليست بالجديد، وإنما منذ وقبل استقلال الجزائر كانت تدعم القضية الفلسطينية. كذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهذا كذلك منذ 75 أو منذ بداية المشكلة أو قضية الصحراء الغربية، إلا والجزائر كانت حاضرة من أجل دعم الشعب الشعوب أينما
وجد الشعوب في تحرير حقها في تحرير في تقرير ومصيرها، وما بالك إذا كان هذا الشعب جار ونتشارك ونتقاسم معه العديد من القضايا. كذلك تحدث عن تقوية مناطق التأثير بالنسبة للجزائر في القارة الإفريقية، والجزائر سبقت الأحداث من خلال إنشاء الوكالة الدولية للتنمية، وخصص وتم رصد أكثر من مليار دولار من أجل دعم التنمية خاصة في المجال التعليم الصحة البنية التحتية خاصة في دول الساحل، قصد لأن المقاربة الجزائرية هي الأمن والاقتصاد، الاقتصاد وتحسين الظروف الاجتماعية هو الذي يوفر الأمن. تحدث كذلك عن تقوية العلاقات كما قلنا، تأثير مناطق التأثير الجزائري في أفريقيا، الجزائر كذلك تسابق الزمن من خلال فتح الممرات نحو القارة الإفريقية، سواء طريق الوحدة الإفريقية أو طريق الذي يمر عبر موريتانيا نحو الغرب الإفريقي أو ما يعرف بتندوف أزويرات، أو حتى تقوية الخطوط الجوية للخطوط الجوية الجزائرية، أو حتى تبادلات تجارية أيضا، فتح خطوط بحرية نحو كل من موريتانيا في نواكشوط وداكار في السنغال. كذلك من خلال التأثير الإفريقي بإنشاء بنوك، وليست فروع بنكية وإنما بنوك جزائرية قائمة بذاتها في كل من موريتانيا والسنغال، وعلى أمل فتح بنوك أخرى في كل من كوت ديفوار والنيجر. كذلك من خلال التأثير الاقتصادي ارتباط الجزائر بمناطق التبادل الحر الإفريقي، والتي تعتبر النواة الأولى لإنشاء هذا التكتل الاقتصادي الإفريقي، تعتبر من 9 الدول التي تحرك، هناك تعزيز أيضا تجارة المقايضة. نعم، وتجارة المقايضة نعم، وتعتبر الجزائر من الدول 9 من 54 دولة إفريقية التي تحرك منطقة التبادل الإفريقي، والتي التزمت بوضع الشروط الاندماج في هذا التكتل الاقتصادي. كذلك تحدثت عن المقايضة، هذا وهذا الموروث الثقافي الاجتماعي حتى الاقتصادي الذي يربط الجزائر بدول الجوار في مجال تبادل السلع والخدمات، وأصبح الآن هذا الموروث تم تقنينه في إطار تم إعطائه طابع رسمي. لذلك الجزائر لديها تصور من أجل وجود أن يكون لها قدم في إفريقيا، باعتبار أن الجزائر من الدول السابقة منذ استقلالها إلى ربط علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية مع البعد الإفريقي، وطريق الوحدة الإفريقية يعود إلى سبعينيات القرن الماضي. الألياف البصري الذي نعم، هذا مشروع الذي يعود إلى سنوات، أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بنيجيريا كذلك فكرة تعود إلى سنوات الآن يتم تجسيدها، هذا كذلك من أجل تأثير الجزائر في البعد الإفريقي وغيرها يعني من المواضيع التي كذلك الجزائر اليوم على مستوى الأمم المتحدة ترافع على على حقوق الشعوب الإفريقية، وحتى كذلك عرجنا على قمة الغاز عندما تحدث بيان الجزائر بصراحة عن حق الشعوب الإفريقية في ممارسة كل سيادتها على خيراتها ومواردها خاصة في مجال الغاز، هذا كذلك يعني على البعد الإفريقي للجزائر. نعم نعم، إذن كانت هذه أهم محاور البرنامج المترشح الحر يوسف أوشيش المترشح عن جبهة القوى الاشتراكية. أكيد كانت هذه من أبرز المحاور، هناك أيضا محور الثقافة والهوية، تطرق أيضا إلى محور التربية والبحث العلمي. أشكركم كل من الضيوف غويبو حنية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك، وأيضا أستاذ حمزة خضري شكرا جزيلا لك، وأيضا الدكتور أحمد الحدوسي شكرا جزيلا لكم على هذا التحليل والنقاش لبرنامج يوسف أوشيش. إذا إلى هنا نصل مشاهدينا لختام عدد اليوم من برنامج الجزائر تنتخب، نلتقي في عدد آخر غدا إن شاء الله.